أكدت لنا المختبرات المساهمة في عملية التأكيد المخبري للحالات المحتملة ما مجموعه 132 حالة خلال هذه 24 ساعة ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء يوم 2 مارس إلى حدود الآن 4252 حالة مؤكدة، فيما استبعدت المختبرات بعد التحليل الدقيق 1864 حالة ليصير إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحليلات المخبرية والتي كانت من قبل محتمل إصابتها بالداء ليصبح هذا الإجمالي 26998 حالة مستبعدة منذ بداية الوباء. بالنسبة لهذه الحالات الجديدة والتي عددها أذكر 132 حالة، فقد شخصنا 92 منها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين. هذه النسبة تقلصت شيئا ما مقارنة مع الأيام السابقة، حيث أصبحت نسبة الاكتشاف عن طريق التتبع الصحي للمخالطين تمثل فقط 70%، نظرا لأنه الحالات المتعلقة بتلك البؤر أصبحت تتناقص شيئا فشيئا. للإشارة، فإنه عملية التتبع الصحي للمخالطين منذ بداية الوباء مكنتنا من التتبع ديال 22960 مخالط، ومكنتنا من اكتشاف ما مجموعه 2631 حالة مؤكدة من بين 4252 حالة المؤكدة إلى حد اليوم، ولازالت لدينا 8850 مخالط تحت المراقبة الصحية. بالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، فالنسب المئوية لازالت هي رغم بعض التفاوت البسيط من يوم لآخر، فتبقى جهة الدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت بها أكبر نسبة مئوية من الحالات بما يفوق 25%، تليها جهة مراكش أسفي بما يفوق 21%، ثم تأتي ثلاث جهات تقريبا متساوية هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جهة فاس مكناس، وجهة درعا تافيلات. بالنسبة للوفيات، سجلت مع الأسف ثلاثة ديال الحالات الوفاة خلال هذه 24 ساعة، وتنضاف إلى الحالات السابقة اللي كان العدد ديالها يوم أمس 162، فيصبح بذلك اليوم مجموع حالات الوفاة المرتبطة بهذا الداء هو 165 حالة وفاة، تبقى نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.9%. بالنسبة لحالات الشفاء من المرض، تم التصريح خلال هذه 24 ساعة بشفاء 83 حالة إضافية طبقا بطبيعة الحال للمعايير المخبرية المعتمدة للتصريح بشفاء الحالات.